ابراهيم، كابتن ابراهيم، سالتك على جزئيه نادي الزمالك بكره وفوز نادي الاهلي النهارده، هل بيعمل عمليه ضغط على نادي الزمالك في ان هو لازم يفوز برضه عشان يحقق برضه نفس الوضع بالنسبه للانديه المصريه، ولا هيصحصح الرجاء شويه ويخلي الامور بالنسبه له بقى جرس انتباه بالنسبه له ان الامور صعبه بالنسبه لا طبعا صعبت للعب امام الموضوع الفرق كده، المصريه؟ طبعا صعبت الموضوع على الزمالك وعلى رجاء، خصوصا كمان رجاء دلوقتي كده يعني شاف ان الاهلي النهارده يكسب الوداد على ارضه 2، فهتلاقي اللعيبه هتركز اكتر. يعني نفس القصه الزمالك هيقول لك ده ما الاهلي كسب اللي احنا ما نكسبش احنا كمان، فهتلاقي بكره المباراه انا بعتقد ان المباراه صعبه على فرقتين، الاثنين هيبقوا محطوطين تحت ضغط كبير جدا، خصوصا كمان بعد هزيمه الوداد النهارده وفوز الاهلي. عدم وجود سياسي ممكن يأثر على الفريق؟ بص، بنسبه كبيره جدا، يعني اللي انا شايفه في الاخر في الفتره دي ان سياسي مش هيلعب بكره. هو مش هيلعب لا لا بكره، مش هيلعب بكره. لكن يعني عدم وجوده لا طبعا، تأثيره على فريق نادي الزمالك بكره. اكيد هيأثر، لان برضه فرجاني سياسي من اللعيبه المميزه في نص الملعب، خصوصا كمان انه في الفتره الاخيره بقت في تفاهم ما بينه وما بين طارق حامد. فطبعا تواجدهم، عدم تواجده في يعني في التشكيله الاساسيه لا هتاثر. بس برضو مكانه يعني مين يا كابتن ابراهيم مثلا يكون مكان بص، سياسي يقدر يعني يقوم مع بنفس احترامي الدور؟ طبعا حتى الـ يعني الاسماء اللي موجوده مش هل زيزو مثلا زي ما بيعمل يعني الراجل ممكن، هو ممكن بقى محمد الافضل يا حسن؟ اوباما يا زيزو، يعني حد زيزو من اعتقد، اللاعبين لا يعني زيزو زيزو عشان ممكن ده يكون ملعب افضل، يعني بيلعب بره ملعبه. يعني افضل في الحته دي. بس اما اللي هو في لاعب تاني بس يعني مع احترام بس مش متذكر الاسم بالظبط، مش هينفع يلعب مع محمد حسن؟ اعتقد والدته توفت النهارده طبعا، لا لا وفاء الراجل، لله ليها. يعني لا لا محمد حسن زيزو ممكن، ونجم زيزو يبدا افضل. مكان، ونجم يعني زيزو يبدا افضل، مكان يعني زيزو يلعب وناجم. الاجواء المغربيه برضو هو ساعات كان اكيد. بيلعب زيزو وساعات بيلعب وفي اسلام ماتش جابر، لاعب اسلام جابر وامام عاشور، لا بس بس كان عشان دول طارق حامد يعني بس ده الموضوع طبعا صعب، امور الموضوع صعبه انما مش موجود في القائمه مش اعتقد. موجود في لا مش القائمه، موجود. الموضوع صعب على اللعيبه دي قوي. بس فرق، هو في المضمون المباراه دي مش محتاجه ريسك، مباراه قبل نهائي ومباراه صعبه وخارج ارضك، يعني بص الموضوع مش محتاج ان انت تلاعب حد، لان الدوري المصري غير نهائيات افريقيا، المباراه دي بتبقى اعصاب تركيز، فما ينفعش ان انت تعمل بس النهارده النادي تغيير. الاهلي خلى المباراه دي يعني كانها لا مش خلى العيون تفتح زي ما بيقولوا. ده طبيعي رجاء. خلى يعني انا التركيز دلوقتي هيعلى بتفرج النهارده والدنيا الاهلي هل كسب. كده معناه كابتن ضيا كابتن ابراهيم ان الانديه المصريه اشتغلت صح اكتر من، يعني انا من وجهه نظري النهارده الوداد انا مش واقف على رجله خالص، بعيد تماما. يعني تحس ان هو لا بعيد. الاهلي الاهلي الجزء اشتغل البدني هاي اللي حصل في وقت فايلر هو ده المخزون اللي بيطلع صح دلوقتي. هايل الاهلي بدني، هايل بصراحه، اللعيبه كلها واقفه على رجليها. نقدر نشوف نادي الزمالك برضو بنفس الوقفه دي يا كابتن؟ طبعا الزمالك هيبقى كده برضو، الزمالك هيبقى بدنيا كويس ان شاء الله يعني، والامور تبقى كويسه زي ما ابراهيم قال بالظبط. هي اهم حاجه انك تبقى مركز واختياراتك ما ينفعش فيها تجارب مش وقته. وتنظيمك، وانا بعتقد ان فرق الزمالك العناصر بتاعتها تقيله جوه الملعب. ودي حتى كابتن وانا بتكلم على اساسي وكعنصر مهم جدا ابراهيم قالك هيتاثر، حضرتك من وجهه خد نظر بالك برضو؟ برضو عشان برضو ساسي بقاله فتره حتى وهو بيلعب بعيد، بس لكن هو تواجده كابتن وجوده متقل صح كتير، كده بيحرك الناس صح. اللعيبه بتثق فيه، صح. في تقل، واخد بالك؟ لكن هو طبعا مش موجود، ممكن يتعوض زيزو بيجري كتير، بس زيزو منتج في في الاجنحه، الجزء اللي قدام منتج بشكل كبير في الجناح. اوناج برضو حالته مش وحشه، حالته كويسه، واجواء مغربيه يا كابتن بالظبط. بالظبط. فاوباما ساعات بيلعبها، يعني ساعات اوباما بيلعبها، لكن ما تقدرش تثق فيه قوي زي زيزو. زيزو بتثق فيه بالزبط. لانك ممكن تلعبه باك رايت، ممكن تلعبه وينج رايت، ممكن تلعبه وسريع كمان وعنده سرعه، البدني بتاعه عالي. هل ممكن اوباما يبقى موجود جنب طارق حامد كابتن بدل ساسي؟ لعبوها قبل كده، لعبها قبل كده. يعني في اوقات، يعني انت بتقول زيزو، بس في معلومه ان اوباما هو اللي هيبقى موجود. لا كابتن اوباما بيتكتف في الحته دي شويه، تحس ان هو مش واخد راحته دفاعيا، مش مش حتته. مش حتته، انت بتتكلم انت دلوقتي ده تغيير اضطرار، انت مضطر، انت بتحاول هو الافضل زيزو تعمل تركيبه الاقل اخطاء في المكان اللي انت قلت بلاش محمد حسن عشان انت شايف انه بيعمل كخبرة. اخطاء كتير كخبرته صح، ما عندوش خبره. لا انت بتدور بقى لما تيجي تعمل ريبليس، لما تحط واحد مكان واحد مصاب لعيب مهم، فبتشوف الاقل اخطاء والاكثر انتاجا في المكان. طب كابتن جوده، وجود